مرحبا بكم من الناس الكل في فيستيفال على قناة التاسعة اللي عايشكم جو المهرجانات الصيفية. وسهرية الليلة من مهرجان قرطاج الدولي مع أمير الطرب العربي صابر غبي. حفل صابر الباهي تزامن مع 13 أوت تاريخ الاحتفال بعيد المرأة. احنا قلنا لابد أن يكون فما فنان اللي هو يكون يعني عنده ساعة حضور وجماهير، وفما باش يكون الاحتفال على أحسن ما يرام يعني بالمرأة. ونتصور صابر تبارك الله اليوم عمل عرض كبير ياسر. وكل عام ونساء بلادي نساء ونصر. صابر الباهي في لقائه مع جمهوره واللي حضر بالآلاف غنى من إصداراته القديمة والجديدة زادة. Thank you.
سهرية جد احتفال بعيد المرأة صابر غنى وهنى المرأة التونسية. أحسن هدية وأكبر هدية غنية جدد يعطيه صحة، معناها كغني تونسي بالحق يقنع جمهوره، خامة صوتية متاعه خارقة العادة ما شاء الله. On découvre tawane بالحق المره الجايه اول ما يجي نرجعوا له. On est très fier d'avoir un chanteur tunisien زيد اللي عنده الطاقه هذه، وان شاء الله يا ربي يبداو ولاد بلادنا معروفين ومحبوبين في بلادنا، ما يستحقوش يخرجوا لبرا باش يتعرفوا ويتحبوا. حبوا برشا خاطر عنده احترام كبير للفن واحترام كبير لجمهوره ونور تونس في عده بلدان البرا. وسهرة بالنسبة أيضا عيد المرأة اللي بالنسبة لنا حدث هام في تاريخ تونس. حبايب في صمتهم كلام
عمرك في ساكي شوفك بكل الأماكن والشوق ينتهي لك وامشي بالخانة يسلم لي
صابر الربيعي النجم اللي قاعد يدور في العالم ويطلع على أكبر المسارح. حكينا على مهرجان قرطاج وعلاقته به، وخاصة أنه يتبرمج تقريبا في كل دورة. نتمنى نشوف الفنانين الكل موجودين. يدور لي سلاح مسبع سناء موجود، يسرى موجودة، فما فنانين برشا فنانين موجودين. مش قرطاج مش حكر على صابر فقط، راه قرطاج للإنسان اللي يخدم، الإنسان اللي يحترم جمهوره ويحترم روحه قبل ما يعمل أي حاجة. وبالنهاية احنا الفضاء هذا مفتوح للناس الكل مش لصابر فقط. I'm
الجمهور اللي حضر بأعداد كبيرة غنى قرابة الساعتين وربع مع صابر الربيعي اللي استدعى معاه نجم ذا فويس حمزة الفضلاوي وفسح له المجال حتى يقدم جديده. فرصة نشكر عليها طول كارييري وطول عمري على الفرصة اللي أعطاها لي أول مرة معناها وبعد عام من ذا فويس نطلع على مسرح كارتاج ونغني إنتاج جديد معناها الحمد لله. نشكر بطبيعة أستاذي ولد بلادي الغالي اللي حب تونس واللي حب ولاد بلاده ونشكره على الفرصة اللي أعطاها لي هذه. استحق فرصتي يعني بغير مزيتي بالعكس ومعناها أول فرصة أني نكون بين ولاد بلادي وفي أكبر مهرجان أنا ممكن أتخيله بمناسبة عيد المرأة نحيي بنات نساء تونس حرائر تونس وحرائر تونس. يا ليل 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 يا لي
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 علاقة صابر الرباعي بجمهور مبنية على محبة كبيرة، وهذا اللي يتحس بالتفاعل مع غنايته. وانتم كياني أنا، انتم كياني صابر الرباعي بالحضور هذا، بالعدد هذا، بهذا الحب الصادق اللي ما بيني وبينكم، اللي حتى حد ما ينجم يزعزعه. سعيد بهذا الحب الصادق، واليوم شفتوا انه الناس كانت يعني بهذا العدد الكبير، وما ما يعني ما تخلفوش على كيفاش يقولوها على الموعد يعني. صابر الرباعي ديما تقعد قيمته عاليه وتونسي ومشرفنا بصراحه، وانا جو سوي فيغ يعني كونه صابر يكون يعني على صعيد العالمي والعربي ونحبوه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله دوب تخلوا قد صلي على النبي. بسم الله ما شاء الله على ولدي، نعرفه مليون صغيرة ولد حسينو، نعرفه بالقديم. اليوم عيدكم اليوم، بفضلوا لينا ويعطي الصحة، فرح بينا برشا وفرحنا يعني. سهرية أخرى تعدت ناجحة وبكل المعايير، وأكد فيها صابر الرباعي مرة أخرى أنه أمير الطرب العربي. وهذم أبرز العروض اللي تستنى فيكم غدوة. فستيفال اليوم وفات، واللي تنجم تعاودوا تشوفوها على www.التاسعة.tv. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت على نفس القناة مع سهرية جديدة من مهرجانات التونسية.